بحيرات مصر الجميلة ورثناها عن أجدادنا، كما ورثنا الأهرامات والمعابد المصرية شامخة عريقة تدعو للفخار. وبحيراتنا لها طبيعة فاتنة شديدة الخصوصية والجمال، تتدرج ألوان رمالها ومياهها وشواطئها مشكلة لوحات طبيعية أوحت لمئات الفنانين من كل أرجاء الأرض بأعمال إبداعية خالدة. ولا ينتهي تناغم الصور عند حد الجمال الطبيعي الخالص، بل يمتد إلى ثراء البحيرات بالموارد الطبيعية من أملاح وأسماك وطيور. وتنتج البحيرات 40% من الإنتاج القومي للثروة السمكية لمصر. أما الطيور فقد اختارت بحيرات مصر ذات المياه الهادئة والمناخ الدافئ، كما أنتجت البحيرات حرفا وفنونا شعبية أخذت من البحيرات سماتها الهادئة الجميلة. هذه البحيرات الجميلة تتهددها كارثة بيئية خطيرة. شرق دلتا نهر النيل ما بين قناة السويس وفرع دمياط تحيا بحيرة المنزلة، وحولها آلاف الأسر والصيادون الذين ينتجون من البحيرة 30% من الإنتاج السمكي لمصر. تتهدد البحيرة أخطار شديدة ما فسدهاش إلا الصرف الصحي على الزراعي. الصرف الصحي بأن بحر البقر بيرمي في قلب البحيرة، أخدت بالك؟ وجميع البلاد المحتاطة فيها بترمي فيها من الإيه؟ المجاري بتاعتها الصرف الصحي، أخدت بالك؟ فعمل التلوث في قلب البحيرة، وضيق البحيرة هتظهر فيها دي. أيام ما كان البحيرة واسعة ما كانش بيحصل التلوث ده. فالبحيرة كلها ملوثة والمطرية ميتها كلها ملوثة مية الشرب. بحيرة المنزلة دي كانت ماسكه على 5 محافظات، اصبحت النهارده سير بين محافظه بورسعيد ودمياط. سير لانك كانت ماسكه على ايه؟ دمياط، محافظه دمياط وبورسعيد والشرقيه والدقهليه والاسماعيليه وبقيه البحيره الجافه، اخدت بالك؟ ودي بحيره لمؤاخذه حرام التجفيف فيها، وموجود القانون ان ممنوع تجفيف شبر بحيره المنزله. التهمت المباني اكثر من ربع مساحه البحيره التي كانت حتى عام 1972 1710 كيلو متر مربع، وصلت الآن إلى 1200 كيلو متر مربع فقط. جزء صغير من البحيرة تم عزله وحمايته في محافظة بورسعيد، وهو منطقة أشتوم الجميل. مرآة القمر في بحيرة مريوط، خلود متصل بالصحراء، تهف عليها رياح الربيع بخفة فتحيلها إلى كثبان من تلال الحرير. يترافق اسم مريوط مع اسم الإسكندرية كما ذكرها لورنس داريل في رباعيته الخالدة عن الإسكندرية. كانت بحيرة مريوط ملهمة لإبداعات ومكانا لصيد البط يؤمه آلاف المصريين والأجانب، وها هي قد أصبحت الآن معروفة برائحتها النفاذة الناتجة من صرف نفايات المنازل والمصانع فيها. وبدلا من كونها ملهمة صارت معدية، وتمزقت أمواج الحرير وصارت أسماكها غير قابلة لأن يستهلكها الآدمي، وحتى الطيور ما عادت تهاجر إليها إلا القليل،
الذي ما زال يعيش على ذكر الماضي. فقدت البحيرة ما يزيد عن 75% من مساحتها الأصلية، فتراجعت من 248 كيلومتر مربع حتى عام 1961 إلى 60 كيلومتر مربع فقط. اقتطعت منها مساحات كبيرة وردمت وتحولت لمبان ومصانع ومساكن ومزارع. كانت البداية منطقة النزهة، وتلتها برج العرب وغيرها وغيرها. في الماضي القريب التقت مياه النيل بمياه البحر المتوسط، فأنتجت بحيرة إدكو ذات الطابع الخاص، جمعت داخلها أسماك النيل وأسماك البحر. انقطعت ماء النيل عام 1969، وانقطعت معه أسماكه، واقتصر مصدر المياه لبحيرة إدكو على بغاز المعدية المتصل بالبحر المتوسط. وتراجعت مع النيل مساحة البحيرة إلى أقل من النصف، فانكمشت من 150 كيلومتر مربع قبل 1969 إلى 71 كيلومتر مربع الآن، نتيجة لاقتطاع الجزء الشرقي من البحيرة للمنشآت العمرانية. وبقيت البحيرة تحتضر وتردم حية. تقع بحيرة البرولوس بين فرعي رشيد ودمياط، وهي الوحيدة ذات الاتصال الطبيعي بالبحر المتوسط عبر بوغاز البرولوس غرب قرية البرج. ولكن الطريق الدولي الجديد بين الإسكندرية ودمياط سوف يقضي على هذا الاتصال الطبيعي بالبحر. وقد اختصر من البحيرة ما يقرب من 40% من مساحتها التي كانت 588 كيلومتر مربع، وما زال التجفيف والردم والتعدي مستمرين. الناموس والذباب وجميع الحشرات اللي خلقها ربنا موجودة عندنا في بيوتنا، والكحة والإسهال والقيء ومن جميع كل شيء موجود عندنا، وده كله من ايه؟ اساسها الزبالة اللي احنا موجودين واقفين حاليا فيها دلوقتي وحضرتك شايفها. فاحنا بننطر نرمي الزبالة في هذا المكان لاننا ما عندناش مصدر نحط فيه زبالة اكتر من هذا المكان، مفيش. البحر محصرنا من فوق، وطبعا دي حضرتك البحيرة، بحيرة البرولس منطقة شوري، ما عندناش مكان نرمي فيه الزبالة اكتر من هذا المكان، فبننطر نرمي هنا. تعد البحيرتان المرتان الصغرى والكبرى بالإضافة لبحيرة التمساح أوضح مثال على تغير الطبيعة الجغرافية نتيجة للتدخل في طبيعة تلك البحيرات التي أصبحت جميعها جزءا من جسم قناة السويس. وتقع البحيرتان المرتان الصغرى والكبرى في منتصف الطريق بين السويس والإسماعيلية. أما بحيرة التمساح فتقع جنوب محافظة الإسماعيلية، وتعرضت الحياة الطبيعية في تلك البحيرات لتدمير كبير نتيجة لحركة السفن الضخمة وتسرب البترول، وكذلك بسبب الأنشطة المعمارية حول البحيرة. تقع بحيرة البردويل في منتصف ساحل البحر المتوسط على سيناء، وتعتبر أكبر محطة مائية للطيور المهاجرة عبر البحر المتوسط. وقد كانت البردويل من قبل جزءا من البحر المتوسط، ولكنه تراجع وترك مساحة تبلغ 650 كيلومتر كونت بحيرة البردويل.
وما زال البحر المتوسط متصلا بالبحيرة عبر بوغاز الطلول، ولكن إعادة تخطيط البحيرة وكذلك المنشآت السياحية اختصرت 60 كيلومترا مربعا من حجمها الأصلي، وبرغم كل ذلك فهي من أكثر البحيرات المصرية حظا. على بعد 100 كيلومتر من القاهرة وداخل واحة الفيوم، ومنذ آلاف السنين والنشاط حول تلك البحيرة لا يتوقف، وظلت البحيرة مزارا صيفيا وشتويا رخيص التكاليف، حتى بدأ هذا النشاط في التعدي والطغيان على مساحة البحيرة التي لا تتعدى 60 كيلومترا مربعا، فاقتطعت منها مساحات تم تقسيمها وبنيت عليها مساكن ومصانع ومبان سياحية. ولا تكتفي تلك الأنشطة بسلب هذه الأراضي من البحيرة، بل تتعداه لتصبح البحيرة المصرف الرئيسي لما يقام فوق تلك الأراضي المسلوبة من منازل ومصانع ومنشآت سياحية، مما يرفع نسبة الملوثات والأملاح والمبيدات التي تقضي تدريجيا على الحياة الطبيعية والثروة السمكية داخل البحيرة ويحيلها لبحيرة ميتة. كلما أدركنا تزايد الأخطار والتعديات على البحيرات والردم والاكتزاء من مساحتها والصرف في مياهها بمعدلات عالية، تزداد التساؤلات المحيرة والمقلقة. فماذا لو استمر التناقص في مساحات البحيرات واستمر التلوث بمنسوبه المرتفع الذي يصل لحد تدمير الحياة الطبيعية فيها؟ هل نفقد جزءا هاما من ثروتنا السمكية التي قاربت حد الخطر في تركيز السموم بها؟ هل يفقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم؟ هل تهجر الطيور البحيرات ولا تعود؟ أم نفقد البحيرات ذاتها ونضيع ما ورثناه عن أجدادنا؟ هل يمكن أن نفعل ذلك بأيدينا؟